وفوز المصري. اشكرك يا احمد. مقدم علي عيد، مساء الانوار يا سياده المقدم. ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ اهلا وسهلا، ربنا يخليك لينا يا كابتن. ربنا يكرمك. ممكن بس اتكلم؟ اتفضل اتفضل. مقدم قوات مسلحه ولا شرطه الاول؟ قوات مسلحه فندم. حالي موجود. ايوه فندم. اتفضل اتفضل. هل تعرف فندم ان موضوع البنت اللي اتعرض دي عايز تعرف القصه بتاعتها ولا؟ يعني انا ما يعني عايز تقول اي حاجه براحتك قول، انا ماليش تعليق. البنت دي هسال حضرتك سؤال. هل في واحده تلبس عبايه بكباسين على اللحم؟ تمام، في الشتاء. ماشي، هي لبست عبايه بكباسين على اللحم. هي اول ما وقعت الكلام ده من بق عسكري غلبان فتحت بايديها الكباسين، وواحد قريب على بعد 20 متر صور. بس طيب انا هتفق. اتفضل. ازاي يا فندم بقى انها تشدد؟ طيب انا دلوقتي واحده وقعت، اول تعملها ايه لما تتعرض؟ هتداري نفسها. صح، على طول تجندري نفسها، هتحط ايديها على الاقل على جسمها يعني. بس اقل واجب. الحاجه الثانيه، منهم هم واحده طلعت، وخش حضرتك على النت عريانه خالص بتقول هي دي الحريه. مش بعيد ان واحده تقع بالمنظر ده، واقسم بالله هي اللي شدت الكباسين، وهي اللي اتصورت، واللي صورها زميلها عمد ده مصورها عشان الصوره دي تطلع. حتى العسكري الغلبان بيقول غطيها غطيها، والبيت مفتحه عنيها. في عسكري فعلا تاني طلع قال غطي غطيها غطيها فعلا. انا سمعت ده. حضرتك هي، انا بتكلم ده من بق عسكري غلبان، شدت الكباسين وفتحت ايديها. طب انت لو اتعريتي داري نفسك بسرعه. اقسم بالله دي قصه حقيقيه. خلاص انت قلتها، وهذا يعني على عهدتك الشخصيه. هتشارك معانا في الاستفتاء؟ تحت امرك فندم. قصدي في التوقع. اصل احنا بقينا استفتاء وتوقع. يلا قول لي عدل. انا في وجهه نظري ان مصر تعرضت لصناعه الراي. في مؤلف امريكا كابتن مدحت بيقول لك كتاب اسمه صناعه الراي، عن طريق تسريبات على المدى الطويل. طبعا. ازاي بقى؟ نرمس رسم الصخره اللي بندق عليها بالمسمار ما تفتتش، وبنقطه ميه يستطيع ان هو يفتت الصخره. كابتن مدحت. مظبوط. معاك يا محمد. معايا كابتن مدحت؟ طبعا انا معاك، وقلنا يمكن الكلام ده في الاول يعني. بس ده مش هيحصل، وحياتك ان شاء الله. احنا عايزين مصر بخير. للامام. يا كابتن مدحت، احنا بنعيش في مأساة. كابتن مدحت اطرافها اعتقد ان هم معروفين والناس اعترفوا بيهم. يا كابتن مدحت ان شاء الله يا حبيبي. من ايران يا كابتن مدحت عايز تخرب مصر ليه وقطر ليه يا كابتن مدحت؟ عمرها ما هتخرب ابدا، ما تقلقش. يلا قول لي توقعاتك يا محمد. قبل توقعاتك اتكلم في نقطه صغيره بس. طب بسرعه عشان في ناس كتير. على المواقع الالكترونيه الدولي بيقول لك ان مصر في مؤامره على مصر في 25 يناير 2012. سيبك من الكلام ده، سيبك من الكلام ده، ولا تقلق. والمجلس الشعبي يوم 23 يناير والدنيا فله فله. طب وتنبيه بسيط للراي العام. الناس بتفبرك فيديوهات يا كابتن مدحت. ان الناس لابسه لبس عسكري ولابسه خواذ عسكريين، وبيمثلوا تمثيليه ان هم بيضربوا مواطنين. ويصوروها ويصوروا وينزلوها. يا كابتن مدحت برافو عليك. انا دايما كل يوم والله بتكلم يعني يا اخوانا، عشان تبقوا عارفين دلوقتي بداوا يلبسوا زي عسكري وياخدوا لقطات معينه وينزلوها على اليوتيوب، ويقول لك الحقوا شويه يعرفوا الكلام ده ويفهموه. يلا قول بقى يا محمد. خش. بما اني زملكاوي اتوقع فوز مصر والمقاصه. اوكي. وفوز مصر بورسعيد. شكرا يا محمد. مبارك يا فندم. كله تمام. نور الشاشه يا فندم. نورك يا حبيبي. دلوقتي يا فندم لازم نتكلم بالعقل مع بعض بالنسبه للجيش المصري. نعم. اللي هو رمز الدفاع عن مصر، الناس اللي بيضحوا بارواحهم، الناس اللي في سنه 73 كانوا رايحين للموت علشان يحرروا ارضنا. هم الثقه، هم الدفاع بتاعنا. لما نفقد الثقه فيهم ونقعد نشكك فيهم ونعملهم لعبه في ايدينا، ده يمشي ده يروح ده يجي، المجلس يمشي، المجلس ايه المجلس يمشي؟ احنا قاعدين في الشارع. الكلام ده كلامنا مؤاخذه، مش كلام ناس متعلمه. نعم. كلام ناس مش مسؤوله. لازم نعرف ان الجيش لازم هو الثقه، هو الدرع بتاعنا، لازم نديه الثقه. صحيح لازم صحيح. لازم نديه الثقه الكامله. اتفق معاك. كل شويه ده يشكك في ده وده يشكك فيه. صحيح. هو المشير ده لعبه. المشير الراجل اللي معروف على المستوى العالمي، الراجل الانسان اللي هو مكفي الجيش بذاته وبيدي للمصريين، هو والرجاله بتاعته، ليه الراجل ده يمشي؟
انا منطق اللي بيقول الكلام ده. وفي توقيت هتنتقل السلطه لدوله كده، هم مش عايزينها، هم لو كانوا عايزينها من اول يوم يا كابتن مدحت صحيح، ما كانوا من اول يوم كانوا دخلوا خدوا البلد وعملوا احكام عرفيه وكانوا خدوها البلد او عملوا انقلاب ويلا يمسكوا البلد، ما حدش يقدر يقول لهم دول صحيح. لكن الناس دولت ناس كفايه اليوم اللي نزلوا فيه بقت الناس ترقص حوالين منهم. اه والله، وتصوروا على الدبابات. انا لا يمكن ولا انا ولا اي جندي عندي يقدر يرفع البندقيه بتاعته في وشه، في وش جندي عندي. صحيح. لو سالته وعرفت الحقيقه في ليله الرئيس ما مشي وهو متنازل والراجل كان قاعد معاه، قال له بيحاصروا القصر يا ريس وجايين يضربوا وبتاع، احنا هنقدر يا ريس نحميك لكن مش هنتعرض لاي حد. بالظبط كده، مش هنتعرض لاي بني ادم، مش هنتعرض للمصريين. ان شاء الله خير. توقعاتك ايه يا عماد بقى؟ توقعاتي ان شاء الله يا فندم تعادل الاهلي وتعادل المصري. اشكرك يا عماد. احمد عارف، مساء انوار يا احمد. مساء الفل يا كابتن. اهلا وسهلا. الاهلي فوز برضه. اوكي. عايز اقول لحضرتك يا استاذ مدحت، نعم، الثوره بقت ثوره امتى؟ لما نزل الجيش الارض. صحيح. من هنا بقت ثوره. والجيش تلاحم مع الشعب. نعم. واثناء ما كان الرئيس السابق موجود. هنا اليوم ده بقت ثوره، انما لما نزلنا في ميدان التحرير اول يوم كانت هي اصلاح فقط. انما هي بقت ثوره يوم ما نزل الجيش ارض التحرير. نعم. النهارده لما بنقول، مش احنا بقى اللي بنقول، ده نبينا الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول دول اخير اجناد الارض. صحيح. نيجي النهارده واحد ناس مش فاهمه اي حاجه تقول دول جنود؟ لا ما تقولش ما تقولش ما تقولش ما تقولش، يعني دي حاجه فجيعه. ما تقولش، يعني انا مش عارف اقول بصراحه، بس هو غصب عن الواحد. ستبقى القوات المسلحة والشرطة والشعب خير أجناد الأرض. حبيبي بقول لك أنا، إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس علي. أيوه. ما رماني رامي وراحة سليما، عناية الله إن شاء الله مصر مش هتقع عمرها. أنا بقول اللي عملوا الثورة شكرا، أنتوا ناس محترمين، أسقطوا نظام، إنما اللي بيسقطوا دولة دلوقتي أنا ضدهم كلهم. أكيد. مش هيبقى فيهم شهيد، هيبقى قتلى أو ضحايا. نعم. محمد محمود او في القصر العيني او راح وزاره الداخليه وقال اللي هيجي بعد كده ما اتمناش حد يبقى لهم شهداء، دول يبقوا قتلى او ضحايا. ومصر لازم تقف على رجلها وكلنا بنساند الجيش والشرطه لحد ما نعدي الازمه دي، ان احنا دوله كبيره وهنفضل دوله كبيره. ان شاء الله يا حبيبي. ذكر اسمها في القران وما اتغيرش. اتقالت مصر وهتفضل مصر الى يوم الدين. طبعا. امر الله. ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. تهني عوده مجلس ممدوح عباس. عودته من الحب مش كلام، الحب عطاء، وكلنا عارفين قد ايه الراجل ده هو معطاء. صحيح. عشان يرجع الزمالك تاني زمالك المقاويه الجديد. ان شاء الله يا حبيبي. توقعاتي انا توقعاتي ان شاء الله منطقيه النهارده يا كابتن مدحت. ايوه. فوز المصري وفوز الاهلي. اشكرك يا حسن، ربنا يكرمك. عامل ايه يعني الاحداث والله اللي بتبعدنا عنك، الواحد خلاص اكتئب خالص. لا معلش ان شاء الله الدنيا هتبقى بخير يا جمعه والله ان شاء الله. والله العظيم احنا يعني بناخد الكلام ثقه من الناس اللي زيك، بس الواحد والله مش عارف، ممنهجه ممنهجه وباينه والناس مش عارف عايزه ايه بالظبط. الناس كلها شايفه بوضوح، ما تقلقش، وما دام الشعب شايف اوعى تقلق، لان الشعب هو صاحب الكلمه الاولى والاخيره في هذا الوطن. كنت عايز اسال حضرتك سؤال بس. اتفضل. هو مش تراوري ده